ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك اب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. هاني، ايوه، الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر؟ معلش، لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها له. ايه ده؟ ايه ده؟ معلش، إيه ده؟ في ايه؟ مين دول؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ليه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور، لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكه كلها مطبطه وانت عمال بتجري، مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص يا بنات، انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم ارص لكم ودنكم، ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عقلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. خد انا، تعالى هنا. تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله؟ وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه، احنا في منطقة لبش، والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظة.
فخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلق حقيقي ولا خرز بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بايه الوقت؟ احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. اه نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافية. ايوه ناخد العقد بالعافية. اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفوخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني. هو انا واقف على العربية بأم. خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول؟ اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. باعه؟ الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد يا ضحى. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا ابو الدهبي. طب يا بنات المؤاخذه كانت مشكلتي مش معاكم انتوا. المؤاخذه كانت مع جدوك الله يرحمه بقى. وانا خلاص حط حقي. بالسلامه انتوا. يلا يا ضحى. اتفضل يا ابو الدهبي. يا موزي. سلام. احسن بتبلع العقد. تفكر نفسك اسماعيل ياسين. ايوه يا عم بيبلعوا الحاجات. انت كويس؟ شفت حاجه كده؟ شوشو. لا مفيش حاجه. طب على فكره يا انكل عم ذهب العقد فقش اصلا. اوكي ما تجمد بقى يا عم سيف. في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابين كمان. ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني. ايوه. خد الجواب ده اديه لبابا وماما في السعوديه. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمه باينه. الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام. هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني. اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب ام الغاليه اصيل. ابكي انزف واموت وتعيشي ضحكه مصر. لا وحياة خالتك انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود. انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق. انت اللي خليتنا نعمل كده. انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا انت حرامي. ده مصير كل خير. روح. انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوي. انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي؟ هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه وعندي كمان الطق. انت كمان خريج التمريض؟ لا كنت جايبها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عسل. طب يا فالح هات السكينه دي من جنب. هتجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ متخافش شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه صح؟ وانا متبت شن؟ ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا كولونيا بتحرق بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف استحمل كل ده عشان مصلحتك وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراكي. نيلي خليكي جنبي ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه؟ هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عين. غمض. يلا نعد 1 2. ايه يا واد في ايه سرعتني؟ انتوا خمامين كلكم. انتوا كذابين كذابه. عشان قلت لها تعدوا 1 2 3 عديت 1 2 بس ورشيته. انت خمامه يا خالتي صباح خمامه. يعني لو كنا عدينا لثلاثه ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك سلامتك سيف. وريني الجرح كده. دي الكذبه.
مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقه يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقه، صديقه وبسعاده. انت بتسرح بيا يا ولا، فاكرني تلميذه بتشتغلني؟ خدت رصاصه في كتفك عشان صديقه؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجه يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقولك ايه، خد صباحنا كويس وزي الفل وكده. طيب ما دام انت كده بقى انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصه. قولي. البت نيلي دي قويه ومستقويه ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي، عامله زي الفرسه الجامحه وعايزه الخيال اللي يحكمها. ايوه يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزله السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذه كده. لا مؤاخذه ايه؟ خلص صباح لا مؤاخذه، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى لا مؤاخذه، اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شويه. خلت صباح دي طلعت صيعة صيعة. ايه شريهان انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة، هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي. مفيش حاجة راحت. ازاي يعني؟ انا عارفة انا بقولك ايه، مفيش حاجة راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزة اتخيل اصلا. شوشو! ها؟ هاتيلي كوز مية عشان الشطافة ضعيفة ومش طايلة. لا يا هاني مكسلة، قوم بل منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو! ها؟ مش لاقي مناديل، بس في فوطة جنبي قابلها؟ ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس انا في حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟ بص على ايه، طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد ساعاتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصه. يكونش يبدله الاصلي بواحد فالصه بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك، وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. هذا اللي مجنني، انه احنا عارفين العقد فالصه، بيسرقوه ليه؟ صحيح. انت ما فيش وراك غير صحيح صحيح. اخرس خالص، مش عايز اسمع صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو، ايوه نيلي، عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع، تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه الوقت متاخر؟ صحيح. طيب بكره فين؟ في المرسم. ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذة الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شوية معلومات واللغز، حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد، فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض، وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده، بس اللي أوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين؟ اوكي. حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشيك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟
لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقدة ده. اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش بس استني اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش ووصل الراجل تاني. الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي. الجده بطه وانا لا اجد ما اقول لك لقد ضاع العقد فجاه ولم اجده. الرجل اوه انها خساره كبيره لقد وعدت زوجتي ان اهدي هذا العقد الثمين بعد ان احفر عليها اول حروف من اسامينا ماذا اعطيها الان فلة وياسمينة. الجده بطه انا في قمه الخجل ولا اعرف. العقد محفور عليه حروف وارقام. اه يا بنت ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالسو مغزى. ختم فالسو ازاي؟ الحاجات الاصليه بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاح. انا قلت حاجه؟ انت امبارح مش قلت كده؟ والفالسو له ختم برضه يا حمار. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعه هي الحروف دي ايه اصلا؟ زد ب بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني طب الاختصار. زد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. احمر انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ يضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيرة. سمك بوري. لا يا جماعة استنوا استنوا انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. اه صحيح صاد ب طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى مع خلاص هرسينا صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعة يا جماعة صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير عارفه؟ اه شريهين You look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك منها يا عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ اه اه شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اقرب لك. ايه اصيل يا عم دهب هاتي هنيل التليفون. حركات رخيصة قوي. خد يا بنتي. ألو السلام عليكم. أيوة لو سمحتي عايز أعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكونش سكر بر. بر إيه وخلاص؟ ما خلاص يا ابني أنا قلت أجتهد. ما تجتهدش قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلمية الجديدة. شكراً. السلام عليكم. مكتب بريد الحلمية الجديدة. بتهزري؟ هو الحلمية ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت؟ خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حاج عايزين نفتح صندوق بريد 717. 717 717 ايوه صح مظبوط. عندنا عندنا. انا عارفه انه عندكم. احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوبايه الشاي؟ راحت فين؟ اتفضل يا حاج الشاي. اه متشكر. العتب على النظر. طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717. هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول؟ ده صندوق خاص يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه. طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج. ايوه يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي ابو الخير. وحضرتك بقى مكاوي ابو الخير؟ حضرتك ايه يا حاج انت مش سامع صوتي؟ انا انثى. انا انثى يا حاج. اه لا مؤاخذه يا بنتي العتب على النظر. هو فين بقى الاستاذ مكاوي؟ الاستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه ودول احفاده. ايوه وحضرتك بقى مين؟
انا حرم المرحوم، انا جدتهم. معاكوا اعلام وراثه؟ لا، معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم اعلام وراثه. اعلام وراثه ايه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي. نيلي وشريهان احفاد مكاوي. انت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ ايوه نيلي. والله العظيم من ساعه ما دخلوا عليا وانا عمال اسبح عليهم واقول انا شفتهم في نيلي وشريهان. لا مش ممكن، مش ممكن. بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك، هو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي؟ نيلي وشريهان وجولك اهو مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه. ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. هي هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا ده انا افتح لكم الدنيا كلها صندوق. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم؟ طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه والاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا. ما انت فاهم ايه؟ لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة مش هينفع يا عم ده، نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، وحد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي. يلا يا نيلي، يلا يا شريهان. حاجتكم بتاعت زمان دي. ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانة نيلي. أسفة أستاذة شرهان. سيادتك أم العريس. طبعا 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 أم العريف. أم العريف صك 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 على الموضوع. لو لو قلت هاخدك كوع صك بوم عك تعك ما زق كش فكرك ممنوع تقول ممنوع ناصك عالموضوع. بدي واحد اتنين تلاتة بقى. بارارام بام بيريم بارا بام بام بارام بارا بام بام بيريم بارا بيريم باريريم بار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 
الله، ايه الجمال ده، ايه العظمه دي كلها بصراحه. والله 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 انتوا انستونا. امال ايه؟ انستونا. امال ايه؟ انستونا. اتفضلوا 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 يا جماعه، منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها. تعالى تعالى انت. شكريه تفكر انت على الله بقى. بالمناسبه الجميله دي بقى يعني نسمع حاجه كده. لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هم تعبانين دلوقتي، انا بعدين هاجي لك على رواقه كده واجيب لك عم محمود شكوك. بجد والله؟ ده وعد. وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. الف سلام. 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 ستاند راح فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717. ايه يا بنتي في ايه؟ بقالك ساعة ما قعدانا جنبك ومتنحة في البتاعة دي، ما تقولي لنا حاجة. ما حضرتك أنا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو مفيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي إحنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب، يعني إيه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك انا كمان مش فاهمه، ما هو ده اللي بقوله من الصبح. لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت. طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده، فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك. ده اللي هو عند مين؟ الساعه كام يعني؟ مؤاخذه المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصون. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ انا افتكرت
افتكرت حاجه مهمه قوي. ممكن تديني المجله ثانيه بليز؟ ها فهمتي حاجة؟ لا ما فهمتش برضو؟ طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكوا وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسكوا قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم. اوكي ثانك يو، باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ده الراجل ده حويت قوي من ساعة ما حط مناخيره في الموضوع، وهو عامل زي القرادة مش هيطلع إلا بالدم. سيبك منه. هسيبني منه إزاي بس؟ ده معاه المجلة وإحنا معانا المتاهة. تاهة؟ معانا المتاهة إزاي يعني؟ فاكرة لما قلت له هات هات المجلة بسرعة عايز أشوف حاجة؟ فاكرة. خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة ورحت صورتها. برافو، وريني يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش؟ ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. غبية. هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه أي حاجة. ماشي يلا. ازاي عملت كده؟ طب ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي؟ بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجة مهمة. وانا ما قلتش افهم منكم حاجة، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني دلوقتي. الكلمات المتقاطعة بتقول ان الحل في المتاهة، والمتاهة فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجة من الحوار ده؟ صراحة لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زيارة لبابي في السجن ونسأله. هتسألوه ليه؟ الله، ما تسألوا محظوظ. محظوظ مين؟ محروفة اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده له يقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ.